تعز تتعرض لموجة هي الأقصى من الانتهاكات ضد القانون الدولي الإنساني، فبعد أكثر من عام ونصف من الحصار والقصف اللذين فشلت من خلالهما الميليشيا في تحقيق أهدافها بالحرب، ها هي تدفع بالمواطنين في مديرية الصلو وفي منطقة الربيع نحو نزوح جماعي قسري في ظل ظروف بالغة السوء. أحدث موجة نزوح شهدتها مناطق الصيار والصعيد والقابلة ونجد الشرف في مديرية الصلو إثر تزايد الهجمات التي تقوم بها ميليشيا المخلوع صالح والحوثيين بمختلف أنواع الأسلحة، خصوصا بعد أن تلقت تعزيزات كبيرة من هذه الأسلحة خلال الفترة الماضية. نازح والصلو توجهوا صوب المناطق الغربية وخصوصا بني يوسف التابعة لمديرية المواسط دون أي غطاء من دعم إغاثي. الوضع الناشئ في الصلو دفع بوزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح إلى توجيه دعوة عاجلة للمنظمات المحلية والعربية والدولية للتدخل وإغاثة النازحين في مديرية الصلو. هذه الموجة الجديدة من الانتهاكات امتدت إلى منطقة الربيع إلى الشمال الغربي لمدينة تعز، حيث شهدت قرية الدبح والروض عمليات تهجير قسرية للمواطنين إثر مداهمة قامت بها عناصر الميليشيا، في حين اضطرت عشرات الأسر بمنطقة عنصوة الواقعة إلى الشرق من معسكر اللواء 35 مدرع إلى النزوح من مناطقها بسبب قناصة الميليشيا. وضع جديد يفاقم من الوضع الإنساني في محافظة تعز التي تتعرض لعقاب جماعي وحصار والاستهداف مباشرا للنظام الصحي وللخدمات والمنع الممنهج لإيصال المساعدات الإغاثية. لم تستفد محافظة تعز من كل الهدن التي أعلنتها الأمم المتحدة والتي فشلت في حماية المحافظة وتخلت عنها في لحظة صعبة، ما شجع الميليشيا على ارتكاب المزيد من جرائمها إن بالحرب أو بدفع الناس إلى النزوح الجماعي القسري.